أسعد الله أوقاتكم الطلاب الأعزاء، معكم المدرس سنان عزوقي من منصة طرطوس التربوية. طلابنا استكمالا أيضا لأبحاث الوحدة الثانية في وحدة الأخلاق مادة الفلسفة والعلوم الإنسانية، سنقوم بطبعا شرح الدرس الرابع وهو التواصل. قبل أن أبدأ في بحث التواصل، يجب أن أنوه إلى فكرة التواصل الإنسانية. طبعا عملية التواصل هي عملية موجودة في كل الكائنات البشرية، حتى موجودة هي عند بعض الكائنات الحية غير الإنسان، لكن يبقى الإنسان أو يتميز الإنسان بالعقل، لذلك يستخدم التواصل الإنساني كميزة إنسانية من خلال التفكير ومن خلال طبعا العقل. طبعا بحثنا أولا في القضية للمناقشة في درس التواصل أن وجود الآخر شرط لوجودي وشرط لمعرفة نفسي، وعلى ذلك يصبح اكتشافي لداخلي اكتشافا للآخر. طبعا لا يمكن للإنسان في الوجود أو في الحياة تأمين حاجياته بنفسه، لذلك لا بد من الاتصال، لا بد من التواصل مع الآخرين، سواء تواصلا فكريا وتواصلا معرفيا وغير، وحتى اقتصاديا وغير ذلك. وبالتالي هو شرط لمعرفة نفسي، وعلى ذلك يصبح اكتشافي لداخلي اكتشافا للآخر. أيضا شعوري بذاتي هو شعور بالآخر، أو يجب أن يكون هناك شعور متبادل ما بين الإنسان والآخر. هنا يستحضرني قول لطبعا أرسطو: الإنسان طبعا مدني بالطبع، أي طبعا بطبعه السمة الاجتماعية، وبالتالي أي ما يميز الإنسان هو الحال أو الاجتماع البشري، أي المدني بالطبع، أي الإنسان أو السمة الاجتماعية هي مكون أساسي من مكونات طبيعتنا البشرية. انتقل إلى أولا طبعا معنى التواصل. يشير التواصل إلى الرغبة المشتركة بالتفاعل والمشاركة بين الأفراد، فهو يتضمن كل معاني التلاقي والتفاعل سواء النفسية أو الاجتماعية أو الفكرية. لذلك التواصل أو ما يتميز به الإنسان حالة أو نوعية التواصل التي يقوم بها من خلال طبعا التفكير. التواصل هو رغبة مشتركة طبعا ما بين الشخص وبين أو الفرد وبين الآخر، لذلك مشاركة أيضا هو في الشعور، ومشاركة في تأمين كل ما يلزم هذا الإنسان، فهو يتضمن كل معاني التلاقي والتفاعل سواء النفسية أو الاجتماعية أو الفكرية. إذن التواصل لا يكون من خلال فقط تأمين حاجيات معينة، التواصل هو فكر، التواصل هو شعور، التواصل هو طبعا أخلاق وغير ذلك من الصفات الجميلة، بالإضافة إلى أنه عملية نقل الأفكار والتجارب وتبادل المعلومات والمعارف بين الأفراد والجماعات. طبعا التواصل لا يكون على طبعا صفة فردية، إنما التواصل يكون هو بين حضارات أحيانا إنسانية، يتم نقل الأفكار ونقل المبادئ والعلوم والمعارف من خلال هذه المنظومة التي هي التواصل. يمكن التمييز بين التواصل العفوي وطبعا الذي نمارسه في الحياة اليومية، وبين التواصل الفعال الذي يتجلى في بناء علاقة متينة مع الآخر. إذن هناك ميز بين التواصل العفوي والتواصل الفعال. التواصل العفوي هو تواصل بسيط
تواصل عادي بين الإنسان وبين الآخرين، طبعا أو سلوكيات بسيطة عادية نمارسها في الحياة اليومية، بين التواصل الفعال الذي يتجلى في بناء علاقة متينة. طبعا التواصل الفعال هو طبعا يكون من خلال قرار معين أو من خلال فكر يحمله الإنسان يريد أن ينقله إلى الآخر أو توجه معين. التواصل عملية يتم فيها نقل المعلومات والأفكار عبر منظومة من الإشارات في مجتمع معين. طبعا مثل ما تحدثنا سابقا التواصل لا يكون من خلال الأفراد فقط، التواصل هو صفة حضارية بين الدول وبين المجتمعات، يمكن أن يكون أيضا من خلال نقل الأفكار عبر منظومة من الإشارات. يمكن أن تتواصل الحضارات فيما بينها فنيا، يمكن أن تتواصل الشعوب أيضا فيما بينها كصفة حضارية، يمكن أن لوحة فنية يمكن أن تعبر عن ثقافة شعب أو منحوتة فنية أو تعبر عن رمز أو حضارة أو تقنية معينة عند الإنسان أيضا كإشارة. الفن أيضا يمكن أن يكون معبرا للتواصل بين الحضارات وبين الشعوب. أيضا علل ما يلي هناك تعليل: التواصل عملية يتم فيها نقل المعلومات والأفكار عبر منظومة من الإشارات في مجتمع معين، الجواب لتحقيق التعاون والانسجام والمحبة بين أفراد هذا المجتمع وتقبل الآخر والتفاهم معه. فالتواصل إذن في مستوياته العليا خاصية إنسانية بامتياز. أنوه على فكرة بسيطة ومهمة جدا في سؤال، طبعا فسر ما يلي: التواصل في مستوياته العليا خاصية إنسانية بامتياز. فسر ذلك، أي أعلى منظومة في التواصل هي خاصة أو خاصية إنسانية، لأن هناك تواصل ما بين الكائنات الأخرى مثل بعض الحيوانات التي تتجمع أو تتآلف فيما بينها، لكن أرقى منظومة في التواصل هي عند الإنسان من خلال التفكير. طبعا الجواب هنا لأنه يشير إلى الرغبة المشتركة بالتفاعل والمشاركة بين الأفراد، ويتضمن كل معاني التلاقي والتفاعل سواء النفسية أو الاجتماعية والفكرية. لذلك طبعا معاني أو التواصل النفسي والاجتماعي والفكري هو شيء خاص في الإنسان فقط. أيضا هناك جواب آخر بسؤال فسر: التواصل في مستوياته العليا خاصية إنسانية بامتياز لتحقيق التعاون والانسجام والمحبة بين أفراد المجتمع وتقبل الآخر والتفاهم معه. يقول بوتكار: طبعا إذا كنت غير قابل للانفصال عن الآخرين، طبعا حكم الإنسان غير قابل للانفصال، ربما يعيش يوم أو أكثر لوحده لكن لا يستطيع العيش بدون مجتمع حوله، وبالتالي فإن المصائر بالآتي كلها مترابطة. إذا مصيرنا مشترك ومصيرنا مرتبط دائما مع بعضنا البعض. ثانيا التواصل في الفكر الفلسفي. ما يهمنا في درسنا أو في مادتنا دائما الجانب الفلسفي أو الجانب العقلي، وكيف يمكن أن ننظر من الناحية العقلية إلى مفهوم أو فكرة التواصل. سؤال: طبعا قدم تصورا عن التواصل في الفكر الفلسفي، أو قدم تصورا عن آراء الفلاسفة في مفهوم التواصل في الفكر الفلسفي، أو قدم رؤية. أيضا يرتبط التواصل عند جاكبسون بالوظائف الممكنة للغة. التواصل الرئيسية التي يمكن أن يعبر من خلالها الإنسان، حيث يفصح الفرد عن أفكاره للآخرين استعمال اللغة التي تعدها أداة للتواصل ونقل الأفكار. إذن أعيد السؤال علل ما يلي: بالوظائف الممكنة للغة، علل. لأنه يفصح أو لأن الفرد يفصح عن أفكاره للآخرين من خلال استعمال اللغة التي يعدها أداة للتواصل ونقل الأفكار أيضا. ف
فالتواصل لدي أي لدى جاكبسون ذو طبيعة لفظية عقلانيا وإراديا خاصا بالإنسان. طبعا التواصل الإنساني غير الكائنات الحية الأخرى له ميزة وله طبع عقلي وإرادي خاص في الإنسان. لذلك هذه الفقرة أو الفكرة يمكن أن تأتي توصيل لمن يعود أو لمن تعود هذه الفكرة. التواصل ذو طبيعة لفظية عقلانيا وإراديا خاصا بالإنسان. إذا الجواب هو جاكبسون بالقول أو اختر الإجابة أو حتى توصيل. يختلف الفعل التواصلي عند هابرماس عن الأفعال الأخرى. الفعل التواصلي عند الإنسان مختلف عن أفعال الإنسان الثاني أو الأخرى لأنه يقوم على الإجماع. إذن مفهوم الاجتماع البشري أو التواصل هو اجتماع بشري طبعا دائما يأخذ الصفة الإيجابية، فهو لا يبحث عن كيفية التأثير في الآخر إنما في كيفية التوصل إلى تفاهم معه دون إكراه أو قسر. لا طبعا التواصل لا يعني التواصل البسيط في حاجاتنا وفي حياتنا البسيطة، إنما كيف أؤثر في الآخر إيجابيا، كيف طبعا أتواصل معه أو أتوصل معه إلى تفاهم دون إكراه دائما أو دون قسر، أي الشعور بالآخر دائما، وهو الغاية القصوى التي يسعى التواصل إلى تحقيقها طبعا برأي هابرماس. يدعو هابرماس إلى التواصل بين الفرد والعالم. طبعا الإنسان من ميزته احترام الآخر، الشعور بالآخر، تقبل الآخر، وبالتالي عندما نتواصل مع الآخرين نشعر بما لديهم من آلام، من أوجاع، ربما من حاجيات. لذلك التواصل ضروري جدا عند هابرماس بين الفرد والعالم. عندما نتواصل يتخلص الفرد من الذاتية أي الأنانية والفكر الأحادي أو الفكر التعصبي ربما، في سبيل إيجاد تفاهم فكري مع الآخر قائم على الحوار المتبادل معه. وبالآتي الوصول إلى مجتمع تواصلي أي مجتمع سليم من الناحية الفكرية والأخلاقية والمجتمعية، لا نفعي بعيدا عن كل إكراه أو إيديولوجيا أي منظومة فكر خاصة به. لذلك هناك سؤال أيضا فسر يدعو هابرماس إلى التواصل بين الفرد والعالم لأن الفرد يتخلص من الذاتية والفكر الأحادي في سبيل إيجاد تفاهم فكري مع الآخر قائم على الحوار طبعا المتبادل معه. طبعا يقول أحد المفكرين التواصل مع الناس مهم، لكن معرفة نفسي والتواصل معها أهم في الوقت الحاضر. لذلك نحن المعرفة الإنسان ذاته، تربية هذه الذات وصقلها بالمعرفة والمحبة والسلام طبعا ينعكس إيجابيا على كل أفراد المجتمع. طبعا فقرة التي هي ثالثا أشكال التواصل، خضع التواصل بوصفه عصب الوجود الإنساني للتطور كبقية الظواهر الإنسانية طبعا مثل التسامح وغيره، إذ انتقل بفضل التقنية الحديثة التواصل غير المباشر. نحن ندرك أو نعلم أن منظومة التقنيات الحديثة التي جعلت العالم كله قرية صغيرة في متناولنا البحث والاكتشاف والاطلاع على أهم منجزات العلوم من خلال هذه التقنيات، لذلك هذا تواصل لكن تواصل غير مباشر. طبعا أشكال التواصل، أولا التواصل المباشر وثانيا التواصل غير المباشر. التواصل المباشر يقسم إلى أو أشكاله وصوره تواصل ذاتي وتواصل اجتماعي. التواصل الذاتي هو التواصل الذي يتم بين الفرد وذاته، طبعا مصطلح هنا التواصل الذاتي هو التواصل الذي يتم بين الفرد وذاته، فكل فرد يقوم بالتواصل مع ذاته ولا سيما عندما يكون بصدد الإعلان عن رأي أو اتخاذ قرار أو اتجاه معين،
طبعا هناك حديث داخلي دائما ما بين الإنسان وذاته لطبعا لأخذ قرار معين، وبالتالي هناك نوع من أنواع التفاعل الداخلي، لذلك هذا يسمى حديث داخلي، هو التفكير أو التواصل الذاتي، وخاصة عندما يكون الإنسان بصدد الإعلان عن رأي أو عن قرار معين. التواصل أو الصورة الثانية والشكل الثاني للتواصل المباشر هو التواصل الاجتماعي، يتمثل الفرد فيه قيم وثقافة الجماعة التي ينتمي إليها. طبعا كل فرد هو صورة تعكس عادات المجتمع التي أو الذي يعيش فيه، طبعا تعكس الأفكار وتعكس المبادئ، حتى سواء كانت طبعا أفكاره إيجابية أم سلبية، لذلك الإنسان دائما يتمثل أو يأخذ أو يكرس أو يخضع إيجابيا لمنظومة العادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع أو في مجتمعه. مثال طريقة التواصل في الأعياد، طريقة التواصل في الأعياد بحد ذاتها تواصل اجتماعي، لكن تختلف تطبيقها من مجتمع إلى آخر. مثلا الأعياد نفسها، لكن كل مجتمع يطبق هذا التواصل في هذا العيد بشكل مختلف بحسب العادات وبحسب التقاليد التي تنضوي تحتها أو تقوم تحت هذه منظومة التواصل بشكل عام. ثانيا التواصل الغير المباشر، طبعا هو تواصل بين شخص وعدد كبير من الأشخاص لا يتواجدون في نفس المكان، وقد يكون هذا التواصل في اتجاه واحد فقط. مثلا نحن نعرف أن التقنيات الحديثة ممكن الإنسان يتواصل مع أكثر من شخص، سواء كان باتصال، سواء كان بمثلا وسائل الإعلام أو مثلا الإنترنت وغير ذلك، أو ربما شخص له أهمية تواصل مع أكثر من شخص، لكن ربما الحديث مباشر لكن لا يقصد شخص دون الآخر، يكون عاما هذا الحديث، وبالتالي هو غير مباشر، ربما يكون في اتجاه اقتصادي اجتماعي وغير ذلك. مثال طبعا وسائل التواصل الجماهيري أي التلفاز، وبالتالي هناك سؤال، وسائل التواصل الجماهيري تعبر عن تواصل مباشر، وهذا خطأ لأنها تعبر عن تواصل غير مباشر. هناك نوع من أنواع التواصل الأخرى، هناك من تحدث عن نوع آخر من التواصل وهي حالات افتراضية قائمة كعلاقة الإنسان والطبيعة مثلا. طبعا كلنا ندرك وخاصة القدماء كيف كانوا يتعاملون من خلال بعض الإشارات في الطبيعة حولهم التي تدل على أشياء أخرى، مثل الفلاح الذي يؤول قديما الهالة أو الطارة أو الهالة حول القمر بأن مثلا في اليوم القادم ربما سيهطل المطر. لذلك فعندما يدرك الإنسان أسرار هذه الطبيعة ويفسرها يترتب عليه القيام بردات فعل تتناسب مع الذي أدركه. مثال الفلاح الذي يؤول الهالة المحيطة بالقمر كإشارة إلى هطول المطر. أيضا سؤال بسيط هنا، الفلاح أختر الإجابة، الفلاح عندما يؤول الهالة المحيطة بالقمر كإشارة إلى هطول المطر يعبر عن شكل أو عن صورة أو نوع من أنواع التواصل طبعا السابقة. الجواب هو تواصل غير مباشر. طبعا رائعا الحوار والتواصل، لا يمكن أن يكون هناك تواصلا بدون حوار. السمة الأساسية للتواصل هي الحوار، فالحوار هو الأداة الرئيسة التي يستند إليها التواصل. كل تواصل إنساني طبعا يفتقد الحوار أو أسس الحوار هو طبعا تواصل غير مكتمل ومجتزأ أو ناقص. لذلك الحوار نعرفه كمصطلح هو الأداة الرئيسة التي يستند إليها التواصل، ويستلزم الحوار مجموعة من المبادئ
طبعا ما هي هذه المبادئ التي يجب أن يستلزمها الحوار، مثل المعقولية والواقعية والمصداقية. إذن يستلزم الحوار مجموعة من المبادئ مثل المعقولية والواقعية والمصداقية التي يجب الالتزام بها ليكون موضوعيا ومثمرا ويحقق الغاية المرجوة منه. إذن عندما نلتزم بحدود وبأخلاقيات معينة تسمى طبعا مبادئ مثل المعقولية والواقعية والمصداقية، هنا حكما سيكون الحوار موضوعيا ومثمرا. أيضا تهدف هذه المبادئ، أي المبادئ الثلاثة، إلى احترام معايير الصدق الصارمة أو الحازمة أو القوية للوصول إلى مجتمع يتواصل فيه أعضاءه بطريقة سليمة وصحيحة. يمكن إجمالا اعتبارها مبادئ لا يستقيم من دونها أي تواصل عقلاني بين الأفراد. أهمها مثل ما تحدثنا المعقولية. طبعا كل حوار أو كل تواصل ينطلق من أساس عقلي صحيح وسليم ومنطقي، فهو طبعا سيكون حوارا سليما وصحيحا. أيضا الواقعية، أي البعد عن التخيل أو عن الأشياء الغير الحقيقية. أيضا المصداقية، يجب أن يكون الحوار صادقا حتى يكون أيضا مثمرا ويحقق الغاية المرجوة منه. طبعا هذه المبادئ عامة وليست خاصة، تصلح مع الخطابات ولازم يكون تواصل سليم أو صحيح. أستطيع أن أخذ هذه الفكرة بطريقة الصح أو الخطأ. مثلا مبادئ الحوار الناجح خاصة، تكون الفكرة خاطئة. إذا مبادئ الحوار الناجح عامة تصلح لكل أنواع الخطابات ولازم لكل تواصل طبعا سليم. طبعا سنبدأ في فقرة مهمة جدا التي هي معوقات التواصل. هناك مجموعة من الأسباب تؤثر سلبا في التواصل فيغدو معها غاية في الصعوبة، حيث يفقد معناه والغاية التي يسعى لتحقيقها طبعا ومن أهمها. لكن هذه الصورة تعبر عن أثقال وعن هموم يحملها الإنسان طبعا نتيجة جهل أحيانا ونتيجة تخلف في بعض الأحيان. لذلك عندما نضع هذه الأفكار السلبية، أتنازل أنا عن بعض من حقوقي مثلا ويتنازل الآخر أيضا، فنبني جسرا بيننا. لذلك التواصل يمثل جسر تجتازه الشعوب والأمم لتحقيق أهدافها في الحياة وفي الرخاء وفي التطور دائما. إذن معوقات التواصل، أبدأ في أول معوق من معوقات التواصل، مستويات الإدراك. كلمة التباين تعني الاختلاف في مستويات الإدراك بين المتحاورين، مما يخلق فجوة في الفهم والحكم والتصورات عن موضوع الحوار، ويصبح كل فرد طريقته الخاصة في وصف الأشياء والأحداث. إذن التباين في مستويات الإدراك، دائما عندما يكون هناك شخص أو أشخاص ذو أفكار متباينة أي مختلفة، يكون هناك أو يخلق مساحة أو فجوة أو هو من التعامل بينهما. لذلك طبعا هذا معوق، يعتبر من أحد معوقات التواصل. وبالتالي عندما يكون الهو أو الفجوة، خلينا نسميها، أو المساحة في الفهم والتصورات عن موضوع الحوار، يصبح لكل فرد طريقته الخاصة في وصف الأشياء. لذلك أنا يجب أن أبحث عن أشخاص ربما لحد ما متناسبين في منظومة التفكير، ودائما مع شعوري دائما بالآخر. أيضا وبالتالي يتعسر التواصل فيفقد مصداقيته في تقريب وجهات النظر. لماذا يتعسر التواصل أحيانا ويفقد مصداقيته؟ علل ما يلي: يتعسر التواصل أحيانا فيفقد مصداقيته في تقريب وجهات النظر. الجواب طبعا بسبب التباين في مستويات الإدراك بين المتحاورين، مما يخلق فجوة في الفهم والحكم والتصورات عن موضوع الحوار، فيصبح لكل فرد طريقته الخاصة في وصف الأشياء والأحداث. ثانيا، الفكرة الثانية في معوقات التواصل هي النظرة السلبية والأحكام
المسبقة. يجب طبعا أن لا أنظر نظرة مسبقة عن أي شخص طبعا سلبية، ربما هذا الشخص يكون أفضل منا ويحمل فكر متكامل. الشكل ليس هو معيار دائما للدخول إلى الجوهر أو إلى مضمون الشيء. النظرة السلبية والأحكام المسبقة سواء كانت تجاه الأشخاص أم الموضوعات إذ تؤدي دائما إلى تغيير الحوار قبل حدوثه وتحديد مساره وتوجهاته بعيدا عن الواقعية أو الحكمة والفائدة المرجوة منه. علل ما يلي: النظرة السلبية والأحكام المسبقة من معوقات التواصل لأنها تؤدي إلى تغيير الحوار قبل حدوثه وتحديد مساره وتوجهاته بعيدا عن الواقعية والفائدة المرجوة منه. إذن عندما ننظر نظرة سلبية دائما هنا نقطع أو نضع حدا سلبيا بيننا وبين الآخر وبالتالي يتوقف الحوار أيضا. طبعا الفكرة الثالثة: عدم امتلاك مهارات التواصل. عندما يزداد الإنسان غنى وثقافة وطبعا تتجذر عنده الثقافة والعلوم من تفكير ومن ربط أسباب بنتائج وتحليل وتركيب وتفكير منطقي ومهارات لغوية أيضا، كل ذلك يساعد في فتح باب التواصل أو الحوار بين الأفراد وبين الشعوب وبين المجتمعات أو الدول أيضا. لذلك عدم امتلاك مهارات التواصل كالمهارات اللغوية والتفكير المنطقي الذي يسمح بإجراء عمليات عقلية قائمة على التحليل والتركيب. إذن التحليل والتركيب أيضا هو مهارة من مهارات التواصل للوصول إلى استنتاجات منطقية واقعية تعزز أواصر التواصل. أربعة: الفكرة الرابعة، الانغلاق على الذات وانعدام المرونة الفكرية. كلنا ندرك أن التعصب هو أخطر ما يكون على الشخص نفسه قبل الآخر وينعكس سلبا على الآخرين. لذلك أحد معوقات التواصل هو الانغلاق أو التعصب دائما على الذات وانعدام المرونة الفكرية. التعصب لرأي ما وسيطرة روح العداء والخصومة وانعدام الثقة والتفاهم ذات تأثير أو جميعها ذات تأثير سلبي يؤدي إلى تشويه الحوار. طبعا هناك أيضا الفقرة الأخيرة في هذا الدرس التي تعبر سادسا عن أهمية التواصل بالنسبة إلى الإنسان. كما تحدثنا سابقا وذكرنا قول طبعا الفيلسوف أرسطو أن الإنسان اجتماعي أو مدني بطبعه، لذلك التواصل أمر ضروري. علل ما يلي: لأنه يعبر عن الطبيعة الجوهرية، طبعا الطبيعة العقلية والفكرية في الإنسان التي يتميز بها عن باقي الكائنات والتي هي واحدة للشعوب والأمم، أي كل شعوب الأرض وكل العالم. طبعا في طبع بشري هو الحالة الاجتماعية أو السمة الاجتماعية موجودة لديهم. طبعا الفكرة الثانية: القيم الإنسانية لا تنشأ من فراغ، أي قيمة أخلاقية وإنسانية لا تأتي من لا شيء، إنما من علم وثقافة، وإنما تقوم أساسا على التواصل بين الناس والأفراد والجماعات. وبالتالي تفاعل الإنسان في المجتمع يحقق طبعا غايات وأهداف معينة، ومنها طبعا الحصول على القيم أو الشعور بالآخر وغير ذلك. وإن أخفق في بعض الأحيان في تحقيق الغاية المرجوة منه، إلا أن سمو التواصل يجعل منه مطلبا من أجل سيادة المحبة بين الناس. إذن التواصل هو حالة سامية، هو عصب الحياة أيضا كما التسامح وكما اللاعنف. لذلك طالما هو يسمو فوق الأحقاد وفوق طبعا العنف وفوق كل شيء سلبي، لذلك هو مطلب إنساني دائما. يجمع الفلاسفة بأن الإنسان غير قادر على تلبية مطالبه لوحده، فلا بد من التعاون مع أبناء جنسه، ولكن ليس بالضرورة أن تكون الصلة والروابط مثمرتين. لهذا فهو في بحث دائم لإقامة علاقات إنسانية تحقق للجميع
مطالبهم. طبعا الإنسان يخطئ ربما، ربما لا يحقق هدفه من الجولة الأولى دائما، لذلك يجب أن يكون هناك في بحث دائم عن الحقيقة بشكل أو بآخر. يجب فتح طبعا أبواب جديدة للعلاقات الإنسانية، للتفاعلات الإنسانية، وإن أخفق مرة سينجح مرة ثانية حكمة. أبين أهمية التواصل في ظل الظروف الراهنة التي يعاني فيها الإنسان حالة من النزاعات المستمرة والحروب المتعددة. طبعا في الزمن الحالي أو العصر الذي نعيشه نحن، نحن في ظل التصارع للوجود الإنساني أو في ظل الحروب ربما التي تعاني منها مجتمعاتنا تحديدا، نحن في أمس الحاجة إلى تفعيل دور التواصل الإنساني الذي يعبر عن جسر أخلاقي وجسر وجودي وجسر شعوري في الآخر دائما، لكي نتساعد ولكي نخرج من طبعا أو نحرر عقولنا دائما من منظومة الجهل والتخلف ربما التي يتسم أو تتسم بها بعض المجتمعات. طلابنا أشكر لكم متابعتكم، وأشكر جميع القائمين على هذه المنصة، منصة طرطوس التربوية. شكرا لكم وإلى اللقاء في دروس قادمة.